بركة الرب على الكل. هذا البرنامج طبعا اليوم مخصص للكل، انك انت تشوف نعمة الرب كيف تغمر حياتك. بداية انا اليوم راح اتكلم عن روح اسمه روح التدين. روح التدين، وحتى احكي عن روح التدين انا وضعت مجموعة اسئلة بسيطة من خلالها فقط تكتشف لو انت واقع تحت روح التدين. رح نشوف شو روح التدين بعد شوي، ولكن أنا بكلمك عن حالتك. لو أنت حالتك، لو أنت تفتقر إلى الفرح، خادم بتسبح بترنم لكن حياتك خالية من الفرح، ما في هابينس، ما في سعادة، ما في انجوي، ما عندك الفرح المطلوب يكون في حياتك كخادم برغم أنك أنت شخص مليان بالروح القدس. العلامة الثانية والعلامة البسيطة الثانية أنه الناس اللي بيهاجمها روح التدين دائما تحاول تتخطى الكنيسة والصلاة والكلمة، دائما يحاول الروح يبعدك عن الكنائس المليانة بالروح القدس، يقودك إلى أماكن فقط ترتل أو تقوم بأداء واجب معين داخل حدود الكنيسة، ما يخليك تطلع إلى أو تتصل بالروح، يخلي على حياتك واجبات طقوس أمور معينة، يخليك تتخطى الكنيسة الروحية، تتخطى الصلاة وما تفرح، ما تكون سعيد. امبارح كنت مع شخص قال لي أنا من سنين كنت بصلي لكن مش عارف شو حصل معي، بحيث إنه كل ما أجي أصلي الكلمة الوحيدة اللي أصليها أقول له للرب تصبح على خير. قال لي مش عارف ليه أقول له هذه الكلمة وما عندي غير هذه الصلاة وأنام. فرح نشوف بعد شوي شو هذه الكلمات الحقيقية، هل في حياتنا من هيك أمور؟ النقطة الثالثة، هل تركز معظم طاقتك على فعل الشيء الصحيح والامتناع عن الأشياء الخاطئة؟ كل همك شو أعمل؟ شو همك شو الصح والغلط؟ كل اللي أنت بتفكر بيه أو داخلك أنك ترضي يسوع من خلال أعمالك. هل شعرت يوماً بأنك عالق في الخطيئة أو شاعر بالخزي أو تشعر بدينونة من الآخرين دائماً بتوجه لك كلمات وما كنت قادر أنت على الرد أو الرجوع عن الخطيئة أو الإدانة؟ ما كنت قادر، شفت وسط كنيسة مجموعة من الإدانة، وسط كنيسة مجموعة من الكلمات اللي تشعرك بالخجل بالشين، شعرك بالخزي، شعرك بأنك أنت ما تسوى. هل شعرت هيك مشاعر داخل الكنيسة؟ هل شعرت في يوم أنك غير محبوب من الرب؟ ما في محبة الله لك محدودة أو مش موجودة؟ بنفس الطريقة شعرت نفسك برغم كونك أنت كمسيحي المفروض أنك تحب لكن ما عندك القدرة على المحبة، حتى عائلتك مش قادر تحب عائلتك أو زوجتك أو زوجك؟ هل شعرت بعدم قدرتك على طاعة الرب لأنك لا تثق بمحبته؟ بالخارج أنت تتكلم عن المحبة لكن داخلك أنت مش قادر تثق بمحبة أو وعود أو كلمات الرب. أنا هذه الأسئلة بدك تواجه نفسك فيها قبل ما ندخل بالدرس. لو عندك يعني 30% من هذه الأسئلة متواجدة أو موجودة بحياتك، أعرف أنك أنت مهاجم من روح اسمه روح التدين. خليني أدخل شوي شوي. كثيرون يتكلمون عن محبة الله لكن الحقيقة في ناس كثار مش مدركين هذه المحبة. حتى أفحص محبتي أمام روح التدين لازم أوجه لنفسي هاي السؤالين: هل تصدق أن محبة الله عظيمة جدا من نحوك؟ لأن إبليس دائما يشتغل على هذا الجزء. لو قدر إبليس أنك يشككك في محبة الله من نحوك مثل ما حصل في مزمور 73، كل الناس أنت تحبها يا رب إلا أنا، كل الناس أنت مهتم فيها يا رب إلا أنا. لو أنت هذه لغتك، لو أنت شعر أنه لغتك يا رب أنت أنا ما عم بتمتع بهذه المحبة بالرغم أني أنا عم بخدم، بالرغم أني أنا عم بحاول، لكني داخليا بشعر أنه أنا مش بتمتع بهذه المحبة من نحوي أو مش قادر أصدق هذه المحبة، هل تدرك أن الله يحبك بشكل شخصي؟ أو على وجه التحديد بشكل شخصي، يعني بشكل خاص، أنت لو أنت الوحيد الموجود على هذه الكرة الأرضية، هل تشعر أنه لو أنت الوحيد أنه الله يحبك بشكل شخصي؟ هذه السؤالين مهمة، لها علاقة قوية جدا بروح التدين، ولها علاقة بأرواح كثيرة من ضمن روح الغضب
من ضمن روح الخوف، من ضمن روح الشعور بالرفض، من ضمن روح الشعور بالدينونة. لهذا السبب بدي أعطيك آية بسيطة يمكن في مكانها اليوم، تقول في كورنثوس الثانية 4:4 بيقول الذين فيهم إله هذا الدهر شو عمل؟ قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. شو عمل إبليس بهذا الموضوع؟ أعمى، خلى غشاوة، خلى حاجز على أذهان غير المؤمنين لكي ما يعرفوا محبة الله العظيمة الفائقة من نحوهم. ولا قدر الإنسان اللي هو غير مؤمن يرى هذه المحبة جوات الكنيسة، ولا قدر هذا الإنسان المؤمن يتمتع بالمحبة في أي مكان، لذلك هذا الإنسان ضاع في العالم. من المهم جدا كمؤمنين أن ندرك أننا في حرب روحية. اسمعني، الحرب الروحية مش شرط أنه إبليس يهاجمك بأحلام مزعجة أو بمرض، لا، جزء من الحرب الروحية اللي إبليس يهاجمك فيها هي المحبة الإلهية، ويهاجم هذه المحبة الإلهية من خلال روح التدين. رح تشوف بعد دقائق روح التدين كيف يكون موجود داخل جماعة المؤمنين وحتى خارج جماعة المؤمنين كيف يشتغل. لازم تعرف أو تدرك أنك في حرب روحية، هذه إدراك واعي حتى نتمكن من الوصول إلى النصرة. إذ أنت لا تدرك أنك في حرب روحية، لا يوجد طريقة أخرى يمكنك من خلالها السير للنصرة. أول شيء حتى أتمتع بمحبة الرب، حتى أتمتع بالنصرة، حتى أتمتع بكوني أتمتع بثمار الروح القدس بحياتي، لازم تفكر قبل كل شيء بالمحبة الإلهية من نحوك. لازم تفكر إنه الحرب الروحية القائمة عليك مش شرط فلان أو فلان أو فلان. بعض الأوقات إبليس يخلي جواتك أفكار ضد الله ومحبة الله وأمانة الله، وبهيك يكسب الحرب الروحية على حياتك. أنت تفكر لا، خليني أمسك سلطاني وأنتهر وتتكلم بآيات قوية جدا، والنتيجة أنك أنت ترجع مسلوب، ترجع مش فرحان، ترجع زعلان، ترجع مقيد، ترجع كأنك أنت في حبس. ليه أنا محبوس؟ ليه أنا مش قادر أتمتع بالسلطان كمؤمن؟ لأنه مش قادر تفهم أنك أنت سبيشل، أنك أنت خاص، أنك أنت مميز، أنه الرب يحبك أنت بشكل شخصي. بتقارن نفسك بالآخرين، بتقارن نفسك بالعالم، مش قادر تختبر أنه الصدق الله صادق، الله صادق بمحبته معك. الرب لا تشبهه بأي شخص من حولك. لازم تدرك الحرب الروحية تعني أنك قد وصلت إلى دراية بكيفية عمل الشيطان، وكيف يفكر، كيف يتحد، وكيف يعمل باستراتيجية ضدك. كلمة الرب هي المفتاح، كلمة الرب هي الدليل. لما تمسك بالكلمة راح تكتشف استراتيجية العدو، لما تصدق بكلمة الرب راح تعرف محبة المسيح فائقة المعرفة، راح تقدر تدرك وتمسك وتشتغل هذه المحبة جواتك، راح تتحرر. أكبر عائق للتحرير، خليه بداخلك مش السحر، أكبر عائق للتحرير أنك أنت بدك تتحرر من خلال أفكارك وعقلك فقط وليس من خلال الروح القدس. أكبر عائق للتحرير إنه العدو لما يصيبك بالعمى الروحي وخليك ما تكتشف محبة الرب وتقبل المرض على إنه من الرب، وتقبل الفقر على إنه من الرب، وتقبل الاحتياج على إنه من الرب، وتقبل الموت على إنه من الرب، وتقبل الكوارث على إنه هي من الرب. كل كارثة حصلت بحياتك إذا أنت أوعزت للرب، أعرف أنه في هجمة من روح التدين هجمت على حياتك حتى تصيبك بالعمى الروحي من جهة محبة الله إلك. تتوقف أنك أنت تدرك هذه المحبة. أخلي قدامك مجموعة أشياء هامة جدا أنا متأكد فيها رسالة إلك. مفتاح أي معجزة، مفتاح أي معجزة بحياتك تبدأ من خلال محبة الله، اللي أنت لازم تصدق هذه المحبة. ليه الرب بده يعمل معجزة إذا هو أصلاً مش بيحبك؟ مفتاح الازدهار، مفتاح الوفرة، مفتاح الغنى،
مفتاح الانسكاب على حياتك ببركات الرب يعتمد على أنك أنت تقدر تصدق محبة الرب. مفتاح السلام الداخلي، مفتاح الفرح، الرضا، القوة، ضبط النفس، كله معتمد على أنت أدي أنت منفتح على علاقة، على تواصل، على لما تصحى الصبح، لما تنام بالليل، لما تاكل، لما تشرب، قد ايه انت مشتاق، قد ايه انت في لهفه، قد ايه انت متعلق بالرب. اللي يفتح قدامك كل القدرات ويعطيك القدره انت ايضا انك تكون في يد الرب، تستسلم في يد الرب، تطيع الرب بالكامل، هو نفس الموضوع، هو المحبه. لازم تخلي جواتك هذه الكلمات وتخلي أمامك. لو أنت فشلت في أي خدمة، لو أنت عم تتعرض إلى أي أمور، أول كلمة قبل أن تطلب مني أصلي لك صلوات تحرير أو صلوات شفاء، أسألك أدي أنت تثق بمحبة الرب لك، أدي أنت قادر تطيع الرب بشكل لأنك بتحبه، أنت بتطيعه. لا يمكنك أن تطيع الرب إن لم تكن تحبه أولاً. صلاتك راح تكون مكرهة عند الرب لو الرب شاف جواتك صلاتك تقدم له من غير محبة، من غير طاعة، من غير استسلام في يده. لو أنت مدرك أنه الرب خلقك لغرض معين، هذا الغرض مش راح يتم، الدعوة مش راح تتم، خدمتك مش راح تنجح. أنا بركز على موضوع بسيط جدا اسمه أنك أنت فقط ترتفع اليوم الغشاوة اللي توضعت على عينك وتعرف ترد على هذول السؤالين، فقط تؤمن تصدق فعلا أنك أنت محبوب عند الرب، وأنك أنت مميز، وأنك أنت سبيشال عند الرب، ولا أنت شاكك في هذا الموضوع ومش عارف تعرف مقدار محبة الله لك ودعوة الله لحياتك. يوحنا الأولى 4:19 بيقول نحن، أي جماعة المؤمنين، نحبه. ليه نحبه؟ لأنه هو أحبنا أولا. هذه الآية جد بمعنى آخر، هو يلاحقنا، هو يلاحقك، هو يمشي وراك، هو يصير خلفك بالمحبته، هو يأسر قلبك، هو يحاصرك بالمحبة. حبه لنا هو ما يجعلنا نقع في حبه، وهو ما يوقف كل الصراعات في حياتك. ليه أنت عم تتصارع؟ أنا قلت مصارعاتك الكثيرة، عائلية، كنسية، مع الآخرين، ليه؟ لأنه الروح القدس المفروض ينسكب على الكنيسة ويسكب على الكنيسة المحبة. لكن الشيطان شو بيعمل؟ يخلي المحبة تتغير. الشيطان يعرف لو أنت حبيت المسيح من قلبك، أخوان، من فكرك بالكامل، وخليت هذه المحبة من أولوياتك، رح تقدر تهزم العدو في كل المعارك اللي انت رح تجتازها. الشيطان يعلم جيدا هذا الكلام، لذلك من اولوياته انك لا تدرك او تعرف محبة الله لك، او على الاقل تبتعد عن الرب، تنشغل بعقلك وتبتدي ترتب حياتك وامورك الروحية من خلال افكارك فقط. روميا بيقول الرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا من الروح القدس المعطى لنا. أكثر طريقة يستخدمها إبليس لإيقاف معرفتك بمحبة الله هو إرسال روح التدين. ما هو روح التدين؟ حكينا عن روح التدين وقلنا هو من أخطر الأرواح الشريرة اللي ممكن بتأثر على حياتك. خلونا ناخذ بعض التعاريف البسيطة عن روح التدين. ما هو روح التدين؟ ما هي أرواح التدين؟ أولا، كثير ناس قالت لا، روح التدين هو مش روح شريرة، هو مجرد روح تعصب. روح التدين هو روح شريرة تؤثر على شخص أو مجموعة من الناس لاستبدال العلاقة الحقيقية والشخصية الحميمية أو الحميمة مع الله بالأعمال والتقاليد. خليتها بالأصفر حتى تشوفها. روح التدين هو روح شرير له تأثير. شو تأثير أرواح التدين؟ مهم جدا. لو أنت
بتتعامل بعلاقتك مع الرب من خلال أعمالك والتقاليد اللي أنت استلمتها، وما عندك علاقة حقيقية وشخصية مليانة بالمحبة حميمية مع الرب، فأنت عم تعبد الرب غلط. أنت عم تعبد من خلال أرواح شريرة اسمها أرواح التدين. عندما يعمل الناس انطلاقا من روح التدين، فإنهم يحاولون كسب الخلاص من خلال الأعمال. أي مكان تروح تقول له أو تسأل تقول له أنا كيف أخلص، كيف تنغفر خطاياي، كيف أبقى إنسان جديد، كيف أتغير، قال لك روح أعمل أعمال صالحة، روح أعطي للفقرة، روح أقرأ، روح أعمل، روح أعمل. أعرف أنه بياخدك إلى روح التدين، مش بياخدك إلى الخلاص الحقيقي. لذلك دائما الناس اللي تبحث عن خلاصها من خلال الأعمال راح يحاولون إرضاء الله من خلال الأعمال الصالحة، لأنهم يروا المسيحية مجرد دين وليس علاقة. شو فرقك أنت عن الديانات الأخرى؟ كل الديانات الأخرى قوانين، طقوس ونواميس. المسيحية علاقة، محبة شخصية حقيقية بشخص تتعلق فيه بقلبك. أسس هذا الروح الشرير، عمل معتقدات، عمل قوانين، خلى عادات، كل هذه الأمور خلاها غير كتابية، دخلت عبر أجيال للكنيسة وغير الكنيسة، حول المسيحية إلى مجرد قانون وطقس مثل أي ديانة أخرى. ولكن المسيحية الحقيقية أو المسيح الحقيقي يعرف أن المسيحية هي الوقوع. عارف تقول أنا مغرم؟ لو أنت مسيحي يبقى أنت مغرم. مغرم بمين؟ مغرم بشخص اسمه المسيح. هذا الشخص قد ما أنت مغرم به تدخل معاه في علاقة متبادلة، وقد ما أنت مغرم فيه وعندك علاقة متبادلة تأخذ قرار أنك تتبعه، وليس قوانين وفرائض أعمل أو لا أعمل. نحن نعلم أن العدو أخذ صورة شبه ملاك أو شبه ملاك نور حتى يستطيع أن يغير شكله ويحاول تزييف أي من عطايا الله الجيدة والكاملة في محاولة لإحداث فوضى وارتباك، ويخليك تشعر بالعار، خليك تشعر بالذنب. يفعل هذا بعمل روح التدين. لذلك أي علاقة مع المسيح خارج نطاق المحبة والتبعية، المحبة المتبادلة والتبعية والسقوط في غرام المسيح، هي علاقة مزيفة تدين فقط. نقطة ثانية، روح التدين يعمل على تقليد، هاي كلمة هامة جدا، عمل الروح القدس في حياة الإنسان. يعني كيف يقلد؟ حيث يأتي بعض الأوقات تحت اسم روح التدين يسرق اسم الروح القدس، يقول لك أنا الروح القدس بينما هو روح التدين، يقول لك أنا يسوع، أعمل لي، أعطيني، سوي لي، اشتغل لي بهذه الطريقة، خلي أعمالك تظهر، بينما هو روح التدين. يجيك بصيغة أو باسم أحد الملائكة ولك أنا ملاك، أنا دزني إليك الرب، أطلب منك تعمل العمل الفلاني، روح أعمل ولع شموع بالكنيسة، فأقرأ سبح صلي الوردية 20 مرة، أنت رح تخلص من اللي أنت فيه. هذا اسمه روح تدين، يجي بطريقة الروح القدس باسم، يجي باسم يسوع لأنه كذاب وأبو كل كذب، بأحد الملائكة، ويعطي هبات وصور وأفكار مزيفة لأولاد الرب وللكنيسة. روح مخادع، يعطي عطايا، يعطي هبات، صور،
أفكار جميعها تقول لك هذه الصور كلها فيك، كلها مزيفة، يعطيها لأولاد الرب الكنيسة. لما أنت تكون جاهل بالكلمة، ما عندك علاقة حب وشراكة مع المسيح، لما تكون أنت مش متعمد ومش ممتلئ بنار الروح القدس، راح تصدق كل ما يقوله روح التدين لك، وبالتالي راح تكون تحت تأثير أرواح الشريان. يجب أن نكون واضحين أنه مهما حاول الشيطان، مهما حاول روح التدين أن يصوغ أو يشكل أو يعمل أو يقلد من عمل الروح القدس، الإنسان اللي عنده فعلا روح تمييز للأرواح ببساطة جدا رح يقدر يكتشف مخططات روح التدين، مش رح يسقط في أي ارتباكات ولا خدعة. الروح القدس ما يعطي مجده لآخر، رح يكشف لك، رح يخليك تعرف الكذب والنفاق اللي يدخل به روح التدين. هل هناك علامات خارجية؟ نعم، في علامات خارجية زي ما حكينا، علامات خارجية رح نحكيها بعد قليل، لكن أهم شيء حتى تكتشف هذا الروح، لأنه ناس كثيرة تصلي لطرد الأرواح، أرواح الزنا، أرواح الفقر، أرواح المرض، أرواح التعب، لكن في يوم سمعت شخص بيصلي وبينتهر روح التدين، يوم سمعت شخص وقف وقال أنا شاعر أنه في تدين على حياتي، وأنا كل اللي بعمله أني أنا مليان جواتي بالتعصب الديني، والتعصب واصل للعظم، وما أقبل أسمع على الطائفة، وما أقبل أسمع وما أقبل أسمع، وكلكم خطاضة، أعرف أنك أنت تحت روح تدين. صلي أنه الرب ينزع من داخلك هذا الروح من خلال روح التمييز، لأن الرب أصلاً عد إلى سلاحه الكامل حتى تقدر أنت تواجه هذا النوع من الأرواح. طيب، روح الدين أو روح التدين ما هو؟ هو تغيير الإنسان، اسمعني زين، روح التدين أو روح الدين هو تغيير الإنسان من حياة الطاعة والفرح في شخص الله والحياة الجديدة أو الميلاد الجديد إلى مجرد فعل الأشياء الصحيحة والامتناع عن الأشياء الخاطئة. هذه خطة الحية في جنة عدن، هذه خطة الحية، كل من الشجرة راح تفرق ما بين الخطأ والصح، هذا ناموس، هذا عهد قديم. خطة النعمة تتفتح عيونك في علاقة وشراكة مع الرب. كل شوي يجيني السؤال، هو لو أنا عملت هذا الموضوع صح ولا خطأ؟ لو أنا ارتبطت بهذه الطريقة صح ولا خطأ؟ خطيئة ولا مش خطيئة؟ لازم تفهم روح التدين هو اللي بيشتغل في حياتك بهذا الأسلوب. لما تدخل في مكان كخادم أو كخادمة وتواجه الناس بتقول لك أنا ما عندي، مش عارف الصح من الغلط، عايز بدي أرضي الرب بأي طريقة، بدي أعمل الأشياء الصحيحة وأمتنع عن الأشياء الخاطئة. تعرف لما تكون أنت على علاقة صحيحة مع الرب ومليان بالروح القدس، والمسحة تعلمك كل شيء. المسحة اللي يضع الروح القدس جواتك ما تخليك تسأل، امتلاءك وشركتك تخليك بمقام بمكان القيادة الإلهية الصحيحة. روح التدين هو واحد من الأمور اللي يسمح فقط بالبر الخارجي مش الداخلي. روح التدين لا يغير الشخص أو القلب. المتدين أو عنده هذا الروح تلاقيه من الخارج شكلا متغير، لكن قلبا ما زال يحتفظ جواته بأصنام، ما زال داخله مليان بالأنا، ما زال داخله مليان بالدينونة، عدم الغفران، غضب. أعرف مجرد هذا الخادم لو شفته قدامك أو شفت تعامله معك بطريقة معينة ما فيها محبة، ما فيها علاقة مع الرب، ما فيها شراكة مع الرب صحيحة، أعرف أنه هذا الخادم ممكن يكون قسيس، حتى ممكن يكون رجل دين كبير، إلا أنه ما زال تحت روح اسمه روح التدين أو روح الدين.
بدل من ذلك فإنه يضع في المقدمة المظهر الخارجي، تلاقي اللبس الخارجي، مو عيب إنك تكون تلبس لبس خارجي جميل، لكن الأروع والأفضل إنه اللبس الداخلي، القلب الداخلي، إنسان القلب الخفي هو اللي يظهر في حياتك. إذا أنت بس مهتم برأي الناس وكيف أطلع وكيف ألبس وكيف مظهري وكيف شكلي، شو راح تقول الناس عني، وأنا رايح الكنيسة لازم أكون بشكل معين وألبس شكل معين، أعرف أنت عم تسقط تحت روح التدين، لأن روح التدين يقودك إلى البر الخارجي وما يقودك إلى البر الداخلي. روح التدين هو حقيقة روح شريرة، يصيب الكثير من المؤمنين الذين لا يقبلون أن يفتحوا أذهانهم إلى الاستنارة التي في المسيح، يستخدمون العقل بدل الروح، دائما في عقل، دائما في أي قرار، في أي موقف، في أي سلوك. كيف تعرف الإنسان الروحي من الإنسان الجسدي أو الإنسان اللي عنده روح تدين؟ الإنسان الروحي في أي موقف يجري لغرفة الصلاة، يدخل إلى مخدعه، يتواصل مع المسيح، يقول له يا رب يسوع أشكرك، يقول له يا رب يسوع أنا واثق منك، أنا مش بشك في علاقتي معك. الشخص العقلاني أو اللي عنده روح تدين مباشرة قراراته بتكون عقلية، يلا أركض للطبيب، يلا تعال أعمل الموضوع الفلاني، لازم تعمل هيك حتى يحصل معاك الموضوع الفلاني. لو أنت عندك مشكلة روح ولع شمعة ببيتك وراح تكون الأمور محلولة. لو أنت روح صلي بهاي الطريقة، يخلي حقيقة فرائض وقوانين وأمور حتى يخليك تشعر أنك لازم تعمل حتى تأخذ. بينما المسيحي الحقيقي مليان بالروح القدس مش يعمل حتى يأخذ، يؤمن، يصدق، يدخل في علاقة حتى يأخذ. هاي مهمة. روح التدين يؤثر، روح التدين على الكنيسة المحلية كيف يؤثر؟ الكنيسة اللي تلاقي جواتها انقسامات، تلاقي جواتها سرقة للفرح، ما في حرية، ما في شفاء، ما في تغيير، ما في قوة الله عم تعمل مع الناس، تدخل وتطلع مثل ما أنت، روتين روتين روتين. أعرف أنه هذه الكنيسة قد أحيطت من الداخل ومن الخارج بأرواح اسمها أرواح التدين. حتى الكنائس الإنجيلية كثيرة الآن أصيبت بروح التدين، تدخل ترنم، توعظ، تكسر خبز ومع السلامة، أشوفك الأحد اللي يجي. كنائس أخرى تدخل تقص، تخلص التقص، أخذت أيضا القربان وطلعت وشوفك أحد يجي. روح التدين هذا اللي يعمله داخل الكنيسة، يزيد من حدة الشكوى، يزيد من حدة الانقسامات. كل الشعب مش راضي. في يوم كنت حاضر خدمة وكان في كنيسة تقريبا 20 عائلة، والقسيس كان موجود قال لي أنا بدك تصلي لي لأمر. قل شو الأمر اللي بدك أصلي لأجله؟ قال لي 20 عائلة محتاجين 20 قسيس. قال لي إنه كل عائلة من هدول العوائل منقسمة على العائلة الأخرى. مباشرة حكيت معه عن الركب الساجدة، حكيت معه عن روح التدين الموجودة جوات الكنيسة. مجرد ما تسمع هذا الكلام أعرف إنه روح التدين مسيطر. المشكلة الأكبر روح التدين لما يكون في قادة الكنيسة، لما يكون روح التدين هو المسيطر، راح يصير مع جهل في العلاقة مع الرب، راح يجعل الناس يلجؤون ويصدقون كل ما يقولونه الآخرين لهم في الكنيسة من دون فحص في الكتاب المقدس. دائما زي ما حكينا روح التدين تجنب أو تخطى الكلمة، روح التدين دائما تخطى الروح القدس، روح التدين دائما حل مشاكلك من خلال أشياء ملموسة وأعمال ملموسة. شوف بعينك، حتى الكتاب المقدس ممكن يؤخذ منه أشياء ويحرف، وتمسك بيدك مجموعة من الأوراق والحجابات، واللي يعمل لك الحجابات من الكنيسة شماس أو قسيس أو خادم يقول لك هذه الحجابات معمولة بكلمة الرب،
اسمعني، بس تسمع كلمة حجاب، بس تسمع كلمة حجاب، بس تسمع كلمة ورقة مكتوب فيها أمور، أعرف حتى لو من الكنيسة، أعرف هذا عمل روح التدين وهو واحد من أعمال العرافة والسحر. صار لي 25 سنة بخدمة التحرير، شفت بعيوني ناس كثار جابوا لي حجابات وكتابات، شموع شموع، روح ولع شمعة، بخور بخور، بخر بيتك حتى تنهزم الشياطين، اعلق شمعة حتى تنهزم الشياطين، خذ حجاب حتى روح الحسد ما يجي عندك، خذ حجاب حتى ما تكون فقير، خذ الموضوع الفلاني، خذ اشرب ماء مصلى عليه، روح كل تراب الموتى القديسين، كل هذه بتجيب لك شغلتين، روح التدين يخليك دائما متعلق بالأشياء حتى تنجح بحياتك الروحية، ويخليك تحت تأثيرات الشياطين، تحت تأثيرات أرواح شريرة، هتلاقي نفسك وانت عم بتمارس هذا النوع من الطقوس، او انت عم بتمارس هاي الاشياء، بيتك مليان شموع للقديسين، كل يوم علق لي شمعة، افهم افهم، اقرأ كتابك المقدس وشوف كم واحد من التلاميذ ولع شمعة، كم واحد من التلاميذ عمل حجاب. في زمن بولس في أعمال الرسل جمعوا كل الكتب، كل كتب السحرة وحرقوها، ولا مرة ما لقينا بولس عم يعمل حجابات وعم يعطيها للناس ويقول لهم هذه الحجابات هي كلمات من الكتاب المقدس، هي آيات، خدها راح تحفظك. في فرق من أنك أنت تكتب آية وتقرأها وتخليها بجيبك حتى تحفظها، وبفرق أنك تروح للكنيسة وحدا يقول لك هذا حجاب لك حتى يحميك، هذا حرز لك حتى يحميك، خذ لك شوية شمعة، خذ لك شوية بخور، خذ لك شوية مش عارف إيشي، وأرمي شوي قدام الباب، وأرمي شوي بالمنام، وخلي 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 وضلينها عبر السنين. حتى لما تغير سكنك أول شيء تفكر فيه كيف أخذ هاي الشمعة، وكيف أخذ هذا الحجاب، وكيف أخذ هاي الصورة ليضيع، ليتلف من عندي، لا أفقده بالطريق. تخاف على هذه الأشياء أكثر مما تخاف على أمورك الشخصية. ليه؟ لأنك تواقع تحت روح التدين. روح التدين يقول لك اوعى تخسر هذه الأشياء، اوعى تسيبها، اوعى، لو سبتها راح الشياطين يعني ما تخليك على حالك، لو سبتها راح الشياطين تأذيك، وتلاقي بعض الأوقات قد ما أنت مندمج تبدي تشوف رؤى، الرؤى لقديسين وشياطين، رؤى ليسوع ورؤى للملاك ساقط. ليه عم بتشوف بهاي الطريقة؟ سبب هذا الروح، أعمى ذهنك، خلى غشاوة على عينك، خلى غشاوة على حواسك. هو كيف يظل لك؟ كيف يشتغل على حياتك؟ كيف يخليك في موت روحي؟ كيف يشتغل؟ لازم يشتغل بهاي الطريقة، يجيب لك ورقة حجاب يقول لك هذه كتاب مقدس روح أراها، تفتح الحجاب تلاقي شعر، تلاقي تراب، تلاقي إشي وكتابات شخابيط مش عارف من وين، وهو كل اللي أنت بمخك أنت شايل كتاب مقدس، أنت مش شايل كتاب مقدس، أنت شايل حجاب من عمل عراف يدخل عليك شياطين الموت. إذا شفت حجاب عندك من كنيسة روح افتحه وافرقوا بالنار، وقول أنا بلغي قوة وتأثير هذا الحجاب. إذا عندك شموع قومية أو شعلي شمعة على نية فلان ونية فلانة، فلان ميت راح صارت عظام ومكاحل وانت لساتك تعلق شموع، أعرف أنت بتستحضر أرواح موتى، البخور، الشموع، هذه الأشياء بالعهد الجديد هي استحضار لأرواح موتى. ليه تدخل بهذا المجال وتخرب حياتك؟ ليه تسمح لروح التدين انه يهجم عليك ويخرب لك حياتك؟ ليه تقبلها؟ طيب
كيف يعمل روح التدين؟ يمكن لروح التدين أن تتجلى أعماله بطرق مختلفة. أحكي لك كيف يعمل هذا الروح. هذا الروح يدور على خلفيتك. غالباً ما يستخدم تاريخ الشخص وظروفه وأحداث الماضي. يدور على الماضي. شو اللي صار معك بالماضي؟ عائلتك، المواقف اللي حصلت معك. لو شاف في عائلتك ناس عندها قلق، عندها خوف، شاف في عائلتك ناس ما تعرف تعمل قرارات بسبب حوادث، ياخذ روح التدين كل الهيستوري، كل التاريخ تبعك، ويبدي يشتغل على حياتك. ليه؟ شو ليه بيعمل هذا الاسلوب؟ لانه يعرف لو انت عملت قرار بوعيك وادراكك الكامل بالكلمه، هذا القرار راح يكون صح. فهو شو يعمل؟ يخلي جواتك، هو يعتبر مثل الوسيط الروحي، يشوف انت شو نقطة ضعفك، على شو تربيت، وين عائلتك. عائلتي متدينين، عائلتي بيؤمنوا بالقديسين بهاي الطريقة، اللي ابوي يشوف وامي تشوف وعمي يشوف وخالي يشوف، عرف نقطة ضعفك، يجيب لك هذه الأشياء، يخليها جواتك. مع روح التدين يجيب لك روح الخوف، يجيب لك القلق، يجيب لك الحزن، وانت مش عارف انا ليه حزين، انا ليه قلق، انا ليه مرتبك، انا ليه بالمواقف الصعبة انا مش عارف اخذ قرار. لان هو بيعمل ضغط على قراراتك الشخصية حتى يعجزك، حتى يخليك امام القرارات تظهر امام عائلتك او امام المجتمع او امام كنيستك ضعيف، ما لك القدرة على اتخاذ القرارات. هذا أول عمل يعمل روح التدين. ثانيا، يقوم روح التدين بزراعة بذور الكذب. يعني كيف زراعة بذور الكذب؟ يخليك تشعر بأنك أنت بار وأنت قديس وأنت ما في أحلى منك. يخلي جواتك بذور، يخليك تشعر. ليس تعرفوا كل يوم أسمع ناس يقول لي أنا شعرت، أنا حسيت، أنا طب أنا بحس. ستوب، وقف شعورك وإحساسك. القداسة والبر والإعلانات والنبوءات ورسائل الروح القدس ما تجي بالإحساس والمشاعر، تجي برسائل واضحة. فالعدو يرمي جواتك بذور، هذه البذور مع الوقت راح تكبر، يخليك مكان ما تنقاد بالروح القدس وتتقدس من خلال دم المسيح وتعمل أشياء بالروح القدس اللي يدفعك، اللي يقودك فيها، يقودك إلى أرواح تدين. يخفي داخلك إنك أنت مستاء، يخفي داخلك روح الغضب، يخفي داخلك عدم الغفران. شوف نفسك أنت وسط ناس، لا، جواتك مش قادر تغفر، جواتك نار وغضب واستياء مخفي عن الكل، لكن موجود داخلك. بس أنت لازم تظهر قديس قدام الناس، لازم تظهر في بر، لازم تظهر أنت بار. هذا قلنا عنه، يعطيك بر خارجي لكن داخلك مليان غضب، مليان نفور. خاف تروح المكان الفلاني لأن المكان الفلاني كله فيه دينونة، يحملك ثقل، يحملك أفكار، سلوكيات، يخلي جواتك أشياء توصل إلى نقطة تقول أنا خلص اختنقت، أنا اتدمرت في هذا المكان. وأنت شاعر هذا المكان ممكن يكون كنيسة، ممكن يكون جماعة مؤمنين، ممكن يكون اجتماع، بس تشعر نفسك كأنك خلص اختنقت. ليه اختنقت؟ قال لي أنه هذا المكان كله تدين. هذا الروح لو تواجد في مؤمنين يكون من الصعب جدا لهدول المجموعة أنه يتخرروا. وصلنا تقريبا للآخر. روح التدين هو الروح الذي يستخدم أرواح الكبرياء في حياة المؤمن. يعني ممكن مؤمن يكون عنده كبرياء، نعم، يخليك في حالة تكبر حتى يبعدك عن الرب،
لأن هو حافظ الآية الموجودة في يعقوب 4:6، الله يقاوم المستكبرين. هو عارف هذه الآية منيح، وعارف أنه هذه الآية لو أنت كسرتها وامتلأت بروح التكبر لك تصبح تحت مقاومة. الكبرياء بالمناسبة ما بيجي بدايركت بشكل مباشر، الكبرياء يبدأ بالتسلل ببطء، يبتدي ينفخك، ناس تنفخك، ناس تقول لك ما في أحلى منك. سام الصوت عم بيقطش عندك. أوكي مش عارف ليه هل الصوت واضح للكل هلا؟ هل في صوت واضح. أخوان واضح. أنا شايفته واضح، بعرف البقية. أوكي. ممكن أخ آخر يقول إن الصوت واضح أو لا، أختي ولا أو أي أخ من الأخوة؟ بس في كلام الرب جدا واضح وشرحك جدا رائع، واضح جدا. أوكي ثانك يو. طيب طيب قلنا بيصيب بأرواح الكبرياء، لكن كيف يدخل؟ ببطء ببطء، يعطيك نبوءة ولكن أنت نبي ليس ساكت، تكلم تكلم تكلم. شوف لغة كلامك، لو لغة كلامك مشاعر أعرف أنه أنك أنت بتنتفخ من هذا الروح، ينفخك بالأفكار، ينفخك بالأفعال، ينفخك أنك تعمل أشياء بعقلك. خلي عقلك، خلي عقلك هو هو الشغال بكل الأمور اللي أنت بتعملها إلى الآن، يوصلك إلى نقطة أنك أنت مش عارف أنه هذا الحجاب اللي في إيدك هو هو عمل سحر، لكنك تقبل وتعطي ومتخاف مع الوقت. مع الوقت يقول لك انت مسيحي انت مؤمن، يعني وان حليت مشكلتك يا معراف او شيخ، وان حليت مشكلتك، ما انت عندك مشكلة، انت مش قادر تطبطين، يلا اعمل بهاي الطريقة، انت مش قادر تنجح اعمل بهاي الطريقة، وبعدين الرب رح يسامحك. يعني انت لو قلت ام سوري للرب رح يسامحك. مين اللي بيتكلم؟ هذا الروح اسمه روح التدين، يقودك حتى تاخذ مكان في الكنيسه في الخدمه. ممكن تكون انت موهوب، لكن ممكن القائد الروحي اللي عليك يشوفك غير مستحب، ممكن تكون العكس. دافع اذا كان افتخار انانيه طمع، اعرف انه هذا روح التدين. بالمناسبه روح التدين عنده مجموعه اسماء، هو روح الافتخار، هو روح الانانيه، هو روح الطمع. لو عرف الروح الشرير أن يدخلك في هذه المجالات منع عنك البركة، أصبح في مقاومة على حياتك. يقول الخلاص من النعمة إلى الأعمال، فيسقط البسطاء من المؤمنين في فخ إبليس، يجعلهم يرددون الصلوات. يلا كثر صلاتك كثر صلاتك، وانت تفتكر كل شوية تصلي 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 تصلي، انت عندك إشي اسمه حسم الأمور، مش محتاج تكرر صلاتك مثل الأمم باطلة. تكرار الصلاة، تكرار الصلاة الوردية بيدخلك في روح التدين. صلاة الوردية بحد ذاتها تدخلك في التدين، انت ماسك فيها. لا انا لو صليت أمان الذي 5 مرات وصليت 50 مرة، هذا واحد من الأساسيات الثوابت. مش ثوابتك هذه الآية أفسس 2، لأنكم بالنعمة، بالنعمة معناها عطية بدون استحقاق، قوة لمن ليس له قوة، بالنعمة أنتم مخلصون، مش بتكرار الصلاة، بالإيمان، وذلك ليس منكم، مش مطلوب منك، هو عطية، هو هبة، عطية الله، ليس من روح التدين كي لا تفتخر، ليس من أعمال. احنا قلنا روح التدين أعمل، أعمل بأعمالك تخلص، الكتاب يقول بإيمانك تخلص بالنعمة المقدمة لك. روح التدين يقول لك لا، أعمل برامج، أعمل 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 أعمل، وأنت تفتكر كل مرة تعمل أنت بتدخل في علاقة مع الرب، بعدين تكتشف أنك من الداخل محطم نفسيا، داخل تحت تأثيرات أرواح شريرة ومو عارف كيف تخرج من عندها. روح التدين هو الروح المسؤول. هذه الفقرة أنا كتبتها هيك وشعرت موجودة بحياة كثير من الناس بتسمعني اليوم. روح التدين هو الروح المسؤول عن إدانة الآخرين وإصدار الأحكام ضدهم.
بشكل قاسي ومن دون حكمة. عزل الآخرين عن عمل الرب، ابقائهم تحت الضعف، عدم السماح لهم بأخذ فرصة في الخدمة، وبنفس الوقت اللي بيقوم بهذا العمل مش بيفحص نفسه قبل ما يدينك، لا، هو شايف نفسه بار، هو شايف نفسه مليان، هو شايف نفسه أفضل، فدائما في كشف للعيوب، كشف للأسرار، كشف للأشياء اللي انت بيها، توصل إلى 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 مرحلة تلاقي نفسك اختنقت، لأنه في روح الله جواتك بده يعطيك 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 يعطيك، لكن في شخص عم يغلقك 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 يغلقك. شوف الشاهد متى 7، ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخي؟ هذا روح التدين، دائما يدور أغلاطك، دائما يدور عيوبك، دائما ما يشوف فيك الأشياء الجيدة، هو في عينه في خشبة خشبة، وانت في عينك في قذى، هو ما يشوف الخشبة. هذا روح تدين، الروح التدين هو الخشبة اللي تمنع الرؤية الصحيحة. قلت من الأول أعمى أذهان غير المؤمنين، ما مستعد هو يطبق اللي بيوعظك فيه، ما مستعد، أنت مسؤول عن تطبيق اللي تسمعه، أما هو لا، هو أعلى، مش شايف عيوبه، لذلك هو مش قادر يتغير. هذا اسمه روح تدين. روح التدين يرفض أي إعلان روحي في الكنيسة يدعو إلى التغيير. يجي شخص عنده إعلان روحي، عنده موهبة النبوة، عنده موهبة كلمة حكمة، الكنيسة اللي فيها روح التدين تقول لك ستوب ستوب، أدنى الكلمة وبس الكلمة، ومش رح نمشي غير بالكلمة. صح، الكلمة هي ثابتة، لكن إذا الإعلان الروحي بيطالب الكنيسة بالتغيير زي ما الكلمة تطالب الكنيسة بالتغيير، شو اللي يمنع؟ اللي يمنع وجود روح التدين اللي هو روح الافتخار، اللي هو روح الكبرياء، اللي تسدد للكنيسة. لذلك يعتقد بعض المؤمنين المتدينين إنهم يعرفون ما هو الأفضل للكنيسة، ولا تحتاج الكنيسة إلى إعلانات ومواهب الروح القدس منك أو مني أو من شخص آخر. قاد الروحي يقول لك أنا مكتفي، أنا منغلق، أنا فاهم. ممكن يكون حتى الكنيسة بتمارس بعض المواهب الروحية، لكن من الذي يمارس؟ فقط فلان وفلان وفلان، غير مسموح لك، غير مسموح لك، غير مسموح لك تفكر حتى أنك أنت تمسك سلطانك، غير مسموح لك أنك أنت تسمح للروح القدس أنه ينقل أمور في هذه الكنيسة. مواهب موجودة، لكن فقط موجودة عند شخص معين، هذا لما يمارس موهبته يدخل في غرفة لوحده ويمارس هذه الموهبة، أما أنت غير مسموح لك. هذا اسمه روح تدين، لأنه ما كان الناموس عاجز عنه فيما كان ضعيف بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولأجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا. نحن السالكين ليس بحسب روح التدين، لكن بحسب الروح. أثر إشي، كيف تتحرر من روح التدين الزائف؟ أنا خليت قدامك مجموعة أشياء حول روح التدين. أول إشي وأول نقطة أنا دخلت فيها، روح التدين يهاجم المحبة الإلهية، يخليك في شك، يخليك في مقارنة نفسك مع الآخرين، يوقف المحبة في الكنيسة. لازم تقف ضد هذا الموضوع، لازم ترجع للكلمة، ترجع أي شيء يخالف ما مكتوب بالكلمة بالعهد الجديد تخلص منه، حجابات من الكنيسة، شموع للقديسين، بخور، أتربة أموات القديسين، الوردية، مياه البركة من القديسين، الصلوات المتكررة، أي شيء يخالف ما موجود، لم يمارس في العهد الجديد، من فضلك هذا يعتبر دخول مع أرواح شريرة. يجب أن تؤمن أنه خلاصك لا يعتمد على أعمالك،
بل أعمالك هي نتيجة لخلاصك، خلاصك بالإيمان بالنعمة، أما ثمر خلاصك هو أعمال صالحة. ركز على حياة التوبة وليس حياة الدينونة للآخرين وانتقاد الآخرين. كن حقيقي بلا زيف، تخلى عن كل كبرياء وغرور في حياتك، قرر أن تتبع الرب، تثق به، تحبه، يكون لك علاقة شخصية معه، لا تقبل أن تكون تحت مفهوم الدين بل مفهوم الحياة. تقبل الإعلانات الإلهية، افتح باب للتعليم الروحي، تذكر أن تبعية يسوع، مدرسة يسوع لا تتوقف عند حد أو تنتهي بمجرد أنك أصبحت تمتلك المواهب الروحية أو أصبحت فاهم بالكلمة. إلى الآن أنا أتعلم، إلى الآن أنا أتعلم وأحتاج أتعلم ورح أظل أتعلم، لأنه هذه المدرسة كل ما أنت اتضعت فيها، كل ما اكتشفت أنه في مجالات للتعليم أوسع وأعظم بحياتك تقدر من خلالها تعمل أشياء عظيمة في ملكوت الرب. رب يبارككم جميعا، درس بسيط سهل لكنه نحتاج بعض الأوقات أن نأخذ هذا النوع من الدروس، نتمتع بمحبة الرب، نعيش الحياة المسيحية الحقيقية. أنا واثق كثير من عندنا دخلوا في كنائس وشافوا اللي أنا قلته، عانوا كثير، فلهذا السبب لازم دائما في نعمة في الحياة المسيحية، تجنب روح التدين بأي شكل من الأشكال. أمين. طيب رح ناخذ فترة من الصلوات مع بعض، اللي عنده طلبة صلاة يتواصل مع الأخت كوثر، لأن احنا عندنا ترتيب بالصلاة وواحد بعد الآخر، حتى يعني لا ترسل لي تقول لي صلي معي الآن، لا، تواصل مع الأخت كوثر، في أخت بس اسمها جوليت أنا بعرفها، ممكن نتواصل معها بعد شوي، بس بالوقت الحاضر عندنا اسمين أو فكر مع الأخت كوثر ممكن نصلي معها. أمين أمين. يسوع يباركك أسيس، شكرا على الكلمة. هو فعلا يعني الإشي مش بالأعمال، أعمال من غير إيمان فاني، والإيمان من دون أعمال نفس الشيء، يعني لازم يكون الإيمان والأعمال. ألا نشكر الرب من أجل أنه الرب حررنا من، لأنه صعب كتير الإنسان يكون من هو صغير تدين، أو الأهل بيكونوا علموه مثلا، زي ما هون قالت الأخت بولين سألت سؤال لي كمان إنه كيف الظهرات والعطرة وشو العجائب، وكان مار شيربل أو غيره القديسين، يعني إنه شو هاي الأشياء، شو هاي الظهرات. ما بعرف إذا أنت بدك تجاوب عليها هذا السؤال. ممكن نجاوب، لأن هذا السؤال مهم، هي ممكن إنها تكون فاهمة بس هي